محمد 21 عام ولد كازا. بديت شطاح فاش كان عندي 14 عام. كنت جالس كنتفرج بحال ديما تبدا واحد الفيلم سميتو ستيب اب. الحاجه اللي كانت عجبتني بزاف في الفيلم هي كيفاش كانوا كيقدروا اكسبريسيو راسهم غير بالبادي ديالهم بلا ما يحتاجوا يهضروا. بقى عقل مورا مسألة الفيلم نط حدا واحد المرايه في الدار وبقيت غير كنجرب. وخا ما كنت كندير والو حسيت بواحد الفيلينغ اللي عمري ما حسيت به قبل. ومن هاد النهار بدات الكارير ديالي كشطاح. الحاجه اللي كانت صعيبه في الاول فاش بديت هي لونتوراج ديالي. حتى واحد ما كان فاهم شنو بديت كندير، ولكن انا كنت عارف بلي الشطاح هو ديك الحاجه اللي نقدر نعطي فيها بزاف ونوري تكون انا. ومع الوقت بينت لهم بلي داكشي اللي كندير راه نقدر نوصل به بزاف ديال الحوايج الزوينين. وخديت داك السبورت اللي ما كانش عندي فاش يلاه بديت.